بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تابعين أجمعين يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي، أهلا وسهلا مرحبا. هذه الحلقات لا تكون جزئية إن شاء الله، هذا هنكمل مع بعض ونتوكل. هنطلق من خالص، هذا نبدأ ورك بوك فيو 3 و 4. طبعا شاشة من الإنجليزي مش مشكلة إن شاء الله، فول مارك خلي كل حاجة في الورقة، مش أي صعوبة خالص. بس تابعني من فضلك، تابعني، اشترك في القناة، وأنت قبل ما تشترك فعل الجرس سنة الكل، صوتك مني كل جديد إن شاء الله. قلنا كمان عايزين نحسن صوتك جارية، بلاش علم منتفع بين الناس، نعمل نفس الفيديو إن شاء الله. من هنا نبدأ فيديو 3 7 و 8 و 9. نمبر 1 شوز هو طبعا نمبر 1 من سوها سوهاز in education started when she got a job at the primary school. في التعليم بدأت لما حصل وظيفة في مدرسة ابتدائية. interview balance career values. طبعا ده بداية حياتها المهنية، التعليم تمام زي ما انا ابتدائي، ما دي ايه دي كارير نمبر سي. طبعا ده واحد تقدر تكتب ملاحظاتك اللي انت عايز تكتبها، تخلص لو تحت التمرين حل مع نفسك الحاجة تاني كده الأول حلها، شو إجازتي ايه وعيد كذا مرة عشان ما تنسيش الحاجة، وما دي في منتهى الأهمية. هتلاقي نفسك موجودة في الامتحان إن شاء الله، مفيش غيرها هي ولونج مان. دي أول لونج مان هتلاقي عندك إن شاء الله في القناة. قلنا طبعا هنا قلنا هتبقى كارير نمبر 2 برضه في ورقة قدامك دلوقتي بتكتب المنصة عايز تكتبها، حاجة ناسيها عايز تفتكرها مش عارفها. نمبر 2 علي has a disability but he could win different challenges his life to become successful. عنده إعاقة، تحديات حياته عشان يبقى ناجح. overcome aim for achieve جم طب اتغلب عليها على الإعاقة دي بإيه؟ بكود اوفركم على إيه؟ تحديات اوفركم. نمبر 3 good friends often share the same employer that's valuable values. يتقاسموا سواء الأخيار لما يتقاسموا ليه طبعا values نفس القيم كويس أو وحش خالص كويسين تقسموا إيه قيم كويسة عشان تقسموا قيم شرير that share the same values. number 4 سلمى has a job at the museum she only works at the weekends. سألت فقط only works at the weekends في نهاية الأسبوع فقط full time part time part small. بتبقى إيه وظيفة إيه job إيه نصف الوقت مش طول الوقت، يعني إمتى الويكند فقط يبقى دي part time job وظيفة إضافية حسب ما تاخديها دخلها. غير الوظيفة التانية هي full time job، كان الجوب دي قبلها يبقى part time أو full time. بارت تايم دي في نصف الوقت، فول تايم دي طول الوقت، طبعا دي ورث اند ويكندز اونلي فقط يبقى ده بارت تايم جوب وظيفة نصف الوقت. نمبر 5 حسن is a or an at computer company he hopes to get paid a big job وظيفة متوسط الراتب there in the future الشركة دي في المستقبل. يتمنى دلوقتي متدرب internship intern full time worker طبعا دي intern
متدرب ترينيه تحت تدريب لسه بيتمرن. نمبر ايه، انترنشيب دي نوع منها فترة التدريب، هو نفسه يبقى انترن عشان بيتدرب فور سام تايم. طب ما تفهم الفلوس، هو بس بيجيت ا بيت جوب، وظيفة مدفوعة لأجل لسه انترن. نمبر 6، The car factory gives to a lot of people in our area. مصنع العربيات gives employment, employment, employer, employees. Unemployment بطالة. Unemployment أحسن employment توظيف ووظائف. Employer صاحب العمل لازم موظفين. عندك في البيت هتلاقيها بالترتيب now employ. تقول أنا صاحب عمل، رئيس موظفين، من توظيف أو تشغيل، unemployment بطالة. مصنع بيتي طبعا وظائف، يبقى employment. Number 7، would they like to thank Mrs. Dadwa for her generous to our charity last week. كريم generous الجامعة بتاعتنا خيرية والماني. isolation precaution revolution number D contribution. هنا فعل اسمه ايه؟ contribute to، مساهم فيه. مريض تو جنبه ايه؟ جنبه جيران فعلان جي جنب تو بتاعته. بس دي equal make contribution، لو انت contribution ده مساهمة تاخد ميك مش دو، ولا فاز ما هي كده. لأن دي في جنرال سي كونتريبيوشن، مسامة كريمة، تشاريتي، جمعية خيرية، كونتريبيوشن. نمبر 8، winning writing prize was a experience for Waleed who then became a famous author، أصبح إيه؟ مؤلف مشهور. changing charging life changing life saving. الإنجليزي دي life changing، غيرت حياته وأصبح famous author و life changing، غير الحياة. Number 9، needs to be quick. Nay because we don't have time. Well, little, many, much, less. Much و little كثير. بس يهموم يا أولاد علي منهم. Uncountable noun اسم نوعاً يعني ات قبلينه ماتش ولتل كثير وقليل many و few والكثير وقليل منهم كونتابل بلورال ناون اسم جمع يعد many boys few students much water little milk. تمام. الحاجات التانية في المقارنة many و much كثير comparative بين تبقى more than أكثر من تبقى the most. طب little less than أقل من the least الأقل ده في المقارنة. عندي time ده إيه؟ اسم يعد ولا يعد؟ طبعا ده uncountable ما تعدش، تعد إزاي؟ يبقى ده much time. ما عندناش وقت كتير، عايزين نسرع، ما فيش وقت كتير يبقى ماتش تايم مش ليتل تايم، دي ماتش تايم. نمبر 10، فادي بروك هيز ليج and has to stay in bed so he a lot of films recently. عفوا طبعا فادي لو كسرت طريقي يغرس في السرير لأن يتفرج على أفلام كتيرة ريسنتلي. ريسنتلي أساس معاها هي بريزنت بيرفكت هاف هاز باست بارتيسيبل. طب ما فيش فلترات، عندي is watching has been watching was watching will be watching. طبعا دي بدلتها بريزنت بيرفكت كونتينوس هاف بين هاز بين أربع نجي هتتفرج فترة طويلة
كده انا في استغناء كده has been watching. The present perfect continuous يعني a verb began the past بدأ في الماضي and is temporary لا زال يحدث فده has been watching. بعدها نمبر 11 دينا lived in England for many years so she can speak English كثير صارت كثير في England English extremely well extremely good very good well extreme طبعا تتكلم جيدا حاصل الفعل as adverb يعني توصف فعل she speak well good speaker speak when I post speak كان الحدث جيدا good speaker متحدث جيد دي adjective بس اسم also speak هنا يبقى دي extremely well يا ولاد وصلت كده number 12 هانيا all her exams and you want to start at university next month هانتها هتبدأ الجامعة الشهر القادم. has passed has been passing passes will be passing طبعا ده you want to start the future لكن مع present الحرية نمبر دي حرية and has passed has been passing passes see the present simple A present perfect B present perfect A continuous هي نجحت في الامتحان مش كده نجحت لسه مخلصة ونجحت كيش رجع في الجامعة يبقى ده فعلا لسه خلصان يبقى ده present perfect اللي هو has passed تمام فانتهت أول أنا وجهك إنه انتهى ده لسه منتهي مش رجع يخش الجامعة يبقى ده has passed number 13 Archaeologists found a beautiful old statue. Archaeologists دي من الآثار. Found a beautiful old statue which to a museum in Cairo next week. Was taken, will take, took, will be taken. طب next to the future. هذا إيه؟ ده بس سيمبل بس. وهذا إيه؟ سي. ده بس سيمبل برضه. ما ينفعش. as future عشان next و will take will be taken will take ده active will be taken ده passive مدة دي يعني فعل ناقص will which shall should إلى آخره فال active جنب الفاتر فال passive جنبه be plus participle طب تمثال سيأخذ ولا سيؤخذ؟ سيؤخذ يبقى ده passive يبقى will be taken نمبر دي فعلا 14 زيها بالظبط تقريبا دي بص كده on the plane all small bags should under the seats in front of you should what the final noise shall should طيب bags شنط تضع ولا توضع عندي put في put are put to be put should infinitive ده لو passive يعني يضع should be past participle لو يوضع شنو تضع ولا توضع يبقى توضع يبقى be past participle فشود ايه should be put number b
بعد أخذ الجملة بنحذف صح في النهاية. مضروبة مهمة جدا جدا وجرب تاني لنفسية في امتحان. Should be put. Number 15. It was very sunny and hot. مش مسو حر. But tourists wore cap-a-pie hats or sunglasses. Little, none, few, any. طيب tourists اسم جمع قبل منه ايه؟ بتاعت طبعا قبل منه فيو قليلين في حر وفي شمس. فيو tourists wore hats or sunglasses. Number 16. الطول اللي خلاص قلنا ايه؟ وور فيو اسف. نمبر 16 there is petrol in the car. بنزين في العربية. بترول معناه بنزين. So we'll be able to drive to our friend's house. هنقدر ايه؟ نسوق. We'll be able طبعا نستطيع بس ايه؟ نبذل مجهود. كان في none much few a little. ايوه فيش فصل يوصلونا. مش كتير. يبقى ده قالت عرفت منين؟ be able to دي هيقدر بس ايه بعد ما يبذل مجهود كبير. الراجل فيها قالت زي ما تقول be able to reach or drive to our friend's house. يبقى قالت better. 17 when you are in of doing something you are responsible for it and you are in يعني be you are in charge of equal be responsible for معنهم ايه مسؤول عن بدي ان وف ان وف بينهم ايه charge when you are in charge of something you are responsible for it. Number 18 you need to Mr. had his meeting tomorrow otherwise والا he might not come لازم ما يجيش. Dismiss confirm achieve crouch طبعا دي confirm أكده عشان يجي أكد عليه عشان ما يغيبش. متأكد عشان ما يغيبش. لو ما كانش إيه؟ He might not come. فده confirm. Number 19. Which of the following is actually correct? الجملة دول مظبوطة. المات كده. قال بتاعتها مظبوطة. يا ولاد. He's exhausted because he hadn't been working all day. Was exhausted because he has been working all day. He is extremely exhausted because he has been working all day. He is exhausted because he had worked all day. يلا شباب نقول صح طبعا طول النهار النهارده يبقى the present يبقى number C he is exhausted is the one because he has been working all day. طب because شمالها present يمينها past present perfect past continuous شمالها past جنبها past perfect و past perfect continuous and is who has been working مظبوطة جدا طبعا دي is طبعا دي is who had فعش ماضي مضارع فعش هنا was who has ما تفعش برضه برضه ماضي مضارع هنا برضه is و had برضه ماضي مضارع هنا مضارع ومضارع ده simple وده perfect continuous منهم بيكوز طبعا قلنا برضه قاعدتها شمالها present يمينها present perfect أو present perfect continuous okay number 20 which of the following is punctuated or punctuated correctly شفتها صح طلبتها صح stop question mark كابيتال ليتر داخله انا عشان كده انا في جمل
نيبورز ما فيش ايه ابوستروف نيبوسان فعلا، ولا هنا دي مظبوطة. Did you know that our neighbor's son had fled from London on Wednesday, Dahlia? Wednesday طبعا كومة داليا كوتشن مار. Did you know سؤال ونمبر سي. نمبر 21 سويسرلاند is European country where four languages are spoken. بعض هذا اسمهم سويسرا. ان اي ذا نو ارتكل. وان طبعا دي هتبقى لي كده كده لي ده فاضل حرف متحرك يا ابن هان، بس مش عشان دي. بص بقى يوز اي بيفور نونز قبل اسمها ايه beginning with a U. ونونس يو نحطها يو. نقول ايه؟ A university. A European country. نحطها عشان نقطع اليو على طول. A European country. يبقى ناخد ده أو إيه؟ نقول أن أمبريلا. واتش أمبريلا وات أمبريلا أمبريلا. مش يو. University. European country. We will not use an before nouns beginning with a silent h. WBH لا تنطق زي an hour ساعة an honest man أخذتها من الأوف من الأوف an hour an honest man. يبقى دي a European country. يبقى دي أيوة a European country. طب ليه؟ لأنها بتنطق silent not you a European country. Number 22 which of the following is used for and formal invitation دعوة غير رسمية لقرايبك لأصحابك حبايبك، مش حاجة رسمية. اوكي يلا في بال Let me know if you are coming to the party or tomorrow. قول لي لو هتيجي. ودي صح. نمبر ايه؟ Let me know يعني بيخبرني if you are coming to the party by tomorrow morning. بليز دي رسمية طبعا. So a pleasure رسمي. We trust you will enjoy it. ده طبعا هي أحسن حاجة. Informal غير رسمية by let me know. قول لي لو هتيجي. 23 Our players have played seriously. لعبوا جدية. And followed the tactics of the coach. تكتيكاته. Which of the following compilations تكملة الأعدادين show result واضح النتيجة. طبعا ده كونتراست ولكن تناقض زي ديسبايد as well as the addition بالإضافة إلى نتيجة ما تبقيت مأسوه they won the match number C لذلك كسبوا الماتش. Seriously ولذلك نتيجة إيه كسبوا الماتش. And he was ill. So he went to the تعبان نتيجة إن هو راح الدكتور. يبقى so they won the match. أحسي because was the سبب. يعني because بعد منها سبب. So بعد منها نتيجة يعني إيه؟ هو الدكتور راح الدكتور because he was ill بسبب إيه؟ المريض. كان مريض ولذلك راح. يبقى so تدي result. 24 which of the following is part of an opinion essay on مقالة في وجهة نظر right. عن people over 70 can still contribute to society يساهموا في المجتمع. الجملة دول طبعا جزء من هذه المقالة. يا شباب أبلغ معك أهو صدقتها خلاص. خدناها معايا. أيوة برافو. نمبر بي From my point of view من وجهة نظري older people who remain active لسه عندهم نشاط are able to contribute to society يستطيعون المساهمة في المجتمع making
full use of their time and experience. يستغلوا خبرتهم استغلال تام. Number B. 25 my heart sank. قلبي when I heard the news of this news. الخبر ده. The expression heart sank. التعبير ده. يعني معناه ايه؟ طبعا مش هذا. وده يعني معناه ايه؟ مجازي. You have the happiest moment. ده طبعا. Suddenly feel very worried or disappointed. هي دي. قلبي هذا روح مني. فجأة شعر ببالغ وإحباط. نمبر بي. أنا ما أعرف سعيد. أولاد. نمبر 26. أسيسي ذا ترانسليشن بقى. اختار. Setting small goals that you will be able to achieve if you work hard can be very motivating and help you to move towards achieving bigger goals. تمام. يلا كده خد معايا واحدة واحدة. يا نمبر ايه فعلا؟ إن تحديد أهداف صغيرة تتمكن من تحقيقها إذا عملت بجد قد يكون محفزا للغاية ويساعدك على المضي قدما نحو تحقيق هدفك. نمبر A 37 Don't lose hope if you fail. It's never too late to start again. You should always learn from your mistakes and be ready to have a new start towards success. خلاص كده معايا؟ رقم دي لا تفقد الأمل إذا فشلت إلى آخره. 38 اكتساب خبرة العمل أمر هام جدا فيساعدك على اكتساب مهارات وتحديد ما يجب القيام به. ممكن تكون مفيدة من ويلنا حياته المهنية والأشخاص الذين ترون إلى شغل مناصب أعلى. يلا شباب هتلاقيها في رقم أعتقد سي. هي سي. Gaining work experience is very important. It helps you acquire skills and decide what to do. Can also be useful for career changers and people looking forward to occupying higher positions. 39 بالنسبة لكثير الطموحين للنجاح الحقيقي له معاني كثيرة وليس فقط تحقيق ما تصبو إليه في الحياة بل الحفاظ على مستوى النجاح الذي وصلت إليه وتعزيزه بقدر المستطاع. نحن نصرهم بي. ورد فرناندي رقم بي. ندخل تحت تمرين على طول. هتلاقيها. هل ذاكر الحاجة. اكتب ملاحظات اللي انت عايزه. الدور بتاعتها. زي كويس اوي وانت هتفتحها ان شاء الله. كمان جمال. وتعالى اهم هي. وهذا فيو 4. بس 10 11 12 برضه نبدأ بتشوز دايزة نيكروبوليس مقبرة إذا ويل نون نيجي معروفة ومشهورة كولوم دنمار ريمينز ميث كولوم دي عمود ريمينز دي أطلال بقايا ميث أسطورة طبعا ده ويل نون إيه دنمار علامة مميزة في السينما تعرف الوصول المصري يقول لك الهرم أو النيل أو القاهرة فرنسا يقول لك برج ايفل لاند ماركس عارف ميزة المكان أمير نمبر 2 he is not here now مش موجود so he have gone to the museum by himself طبعا ليه المتحف لوحده علون تمام must can't should can must have gone أكيد راح can't have gone أكيد ما راحش should have gone كان لازم يروح
كان يستطيع توضيع الاكتظاظ وحده. يبقى دي ماست تابعون فريمسل. طب لو قلنا ديدكشن، دي إنسان نريد مشروع بالتفصيل ممل، دي في لونج مان 19 على 16 برضه، مشروع كله. طلع برضه الفيديو تاني، لو مسترح هتلاقيه. شوف سيد، لو سمحت اشترك حالا، اشتراك، فعل الجرس، سنة تكون إن شاء الله، يعني كل جديد إن شاء الله. يبقى قلنا مواصلة. نمبر 3. It is easy for the man to walk last week. واللي فات يبقى في واسطة أهو. Because he had a broken leg، رجله مكسورة. Can't be، should be، can't have been، must have been. طبعا ده last week يبقى على الـ يو بي. Can't have been، must have been. دي أكيد ما كانش. I'm sure he wasn't. دي أكيد كان. I'm sure he was. طب قدر ما قدرش، عنده رجله مكسورة. يبقى أكيد ما كانش سهل. لم يكن سهلا. يبقى can't be or can't have been easy. Yeah, I'm sure it wasn't easy for the man to walk. Last week he had a broken leg. Number C. Four, there is a huge loch which controls the amount of water in the Nile. That can be كلمة ما في النيل. Bridge, ferry, gateway, dam. طبعا سد. يبقى دام. تحكم في المية. Okay, يبقى دام. Number five. Sadly recommended to young children to learn more than one language. هذا وقت من دعاء. This is very helpful for the victim جدا. يبقى rise risk. شنو الأطفال صغيرين ونربيهم. من ربي هنا؟ يبقى ريز. برضه الأربع أفعال دول مشروحين بالتفصيل في الفيديو اللي فات. وفيديوهات كتيرة جدا، يعني الفيديو هتلاقيه إن شاء الله، اشترك هتلاقي الفيديو. فاليبات باريس. نمبر 6. Star cities are usually vary as many different nationalities live together. كثير من إيه؟ الجنسيات المختلفة يعيشوا معا. مالتي كالتشرال ولينجوال مادر تانج ليمت. طبعا في different nationalities، جنسيات مختلفة، مدى ثقافات مختلفة، مالتي كالتشرال، متعدد الثقافات، في different nationalities، مدى مالتي كالتشرال. ولينجو ده has لغتين، ولينجو. مالتي معناها ميني، مالتي كالتشرال يعني متعدد الثقافات. نمبر 7. English is one of the most languages in the world. So it's important to learn to speak it. The most widely spoken. هتبقى نطاق واسع. Widely spoken. Number 8. We can learn a lot from our women, and we should study our family trees more. نشرت العيلة. Identities, root, ancestors, right. تعني من مين؟ من عيلتنا. Our ancestors. Number C. Number 9. Students know much more about the past. عارفين كتير جدا عن الماضي. You the internet. بسبب النت. You ايه؟ عاوزين طبعا. You ايه؟ يوتيوب. نمبر ايه؟ محفوظة. يوتيوب. 10. Grandfather is the person knows most about our family history. الشخص الذي. Person عاقل. Someone. بعد النص فعل. وبينهم ايه؟ طبعا هو الذي. عاقل وفلبه. Which من غير عاقل. Something. Where place مكان. When time زمن. والحاس وانا عندما. هنا في شخص وفعل وده واضحة جدا. والحالة نفسها. أولاد. ما هو نوز. 11. The temple of Karnak. Many pillars عمدان. Are very tall. ده طويل جدا. Was built over 1000 years ago.
100,000 سنة. When, who, whose, which. تمام. كارنك العراق البديهي. which الذي ينفع كارنك الذي عمدانه ينفعش الذي عمدانه الذي عمدانه الأمدان ده ملكية وده هوز. هوز منها اسم مش منها اسم منها اسم كارنك وكلاس يبقى هوز من كلاس. بيقول إيه؟ ذا دوج تيل دي بتاع الكلب. ذا كاتس أيز يعني القطة داخل. يبقى ده نون ونون يبقى هوز اللي عمدانه اللي بتاعته هو بتاعت المعبد. ما ينفعش نزع عمدان يبقى هوز ماني كلرز. نمبر 12 وات ات 7 بي ام يسترداي حفظناها. حفظنا يا مستر 7 بي ام يسترداي امبارح. حدد امتى؟ امبارح بس باص سيمبل. حدد امتى ده باص تي كونتينوس ووز وير فيربال نجي. طبعا عندي اثنين انا واحد اثنين عندي بي ودي. Where are you going? Where are you going? طب ده question سؤال يبقى ده where are you going؟ يا ولاد what were you doing at 7 p.m. yesterday؟ ماضي حدد امتى؟ ماضي مستمر. Was where fell in G؟ ماضي بس خلاص ماضي بس. يبقى ده what were you doing at 7 p.m. 13 if the high dam didn't exist مش موجود and I would have a lot of land. هل flood pool water طبعا ده flood في السد الفضلات وود فلاد. نمبر بي. نمبر 14 I lent Hatem the book which I enjoy reading. It is really interesting. سلفت كتاب لي استمتعت بقراءته. يبقى ده لنت باص سيمبل. يبقى التانية باص سيمبل باص بيرفكت. طب ضرب في حسب الترتيب. سلفت واستمتعت. أنا استمتعت بيه. First action. يبقى ده باص بيرفكت. إن هاد باص بارتيسيبل. ليه؟ بس بيرفكت قلنا the first action of past possessive verbs أو الفعل في أفعال متتالية بالترتيب حصل في الماضي. بستمتع ونسلم the flint was simple يبقى ده past perfect. عندي enjoy ناقص مين ناقص وين. عندي had وعندي hadn't. هل enjoy ما استمتعتش؟ enjoy استمتعت بس تقول لي إني استمتعت بيه وده had enjoy. نمبر 15 legends are usually about figures شخصيات who face يواجهوا dangerous situations خطيرة brave humble polite bravely. طبعا دول شخصيات شجاعة ودول brave figures. 16 tourists who come to Egypt are by how huge بالمسار قد ايه الهرم حجمه ضخم. طبيعي راجل فاسينيتد في دابريسك طبعا مبهرين فاسينيتد by how huge the pyramids are حجم الهرم. نمبر بي 17 choose the correct option for صح to put the sentence into reverse speech هو ده ايه ده غير مباشر. الجملة my friend said to me I don't know why Ayman has behaved in this strange way. But my friend, and who told me that I was that. من يكلمك صديقي يبقى هي. صديقي تبقى شيء.
Donc on a fait des remontées nouvelles, Ayman, et on a fait mon et une date strange way. On vous tient qu'il y a un autre nom أيوة ذات هيدين نو واي أيمن هاد بيهيف إن ذات سترينج واي نمبر سي نفس اللي أنا قلته 18 أبو سمبل is two massive rock cut in the village of أبو سمبل أسوان يا أول مريم أو أسوان تمام طيب أبو سمبل ده أولاد ميث تمبلز هيلز كيفز طبعا ده معبد بلا تمبلز معبد من حصون الصخر روك كات تمبلز مسف ضخم تمبلز 19 كامل أو كامل said to his sister can't go out with you because I'm busy writing for the exam report عمل وين وبيش طبعا نقول له كده كامل told his sister that he couldn't go out with her because he was busy was for the exam. وقلت لي كان الولد يطلع انا قلت له شباب قلت له نمبر سي told the sister that he couldn't go out with her because he was busy was for the exam. نمبر سي 20 the man paid with his life this means that ده في حياته معناها هو مش يحمي he was punished تعرف بقى for the crimes الجرائم he had committed ارتكبها نمبر بي 21 which of the following is punctuated correctly التوشن صح هنا في الستور كابتن اللي هتخش المرحلة الأخيرة يلا شباب وهي طبعا وفي حكومة هنا طبعا هنا في فاصلة بينهم يطفوا بعض مفيش أنا هقف في الستور ده نهاية جملة مينفعش المحل بتاعي نمبر بي well try to keep calm during the exam this will let you concentrate more number 22 Heidi can challenge you to a tennis match now هذا مش دلوقتي ريم سيد ريم قالت لها ريم سيد that she ايوه that she يبقى said that she طب سيب ده ماضي وده ماضي يبقى كود مش محتاج ومن حل نفسها سيب ده شي كود وانت في كورونا فيروس بانديميك وبقى كورونا ستيل سبريدنج مازال انتشر هاوفر ومع ذلك لوت اوف بيبل دونت كير لا يهتموا ماتش كثيرا اباوت ذس بهذا خطر دينجر This the second sentence shows والثانية توضح فيها over والخلصت هنا والثانية over مع ذلك addition call result كنت عندي كنت تناقض ومع ذلك مش نتيجة من الصوت ولا cause ولا سبب cause ولا addition الإضافة إلى ده كنت راست أول ما مع ذلك بعدين كنت راست 24 which of the following part was essay on the adventures مزايا و learning more than one language تنجح أكثر من لغة المزايا بتاعته يبقى فوائد يبقى سي the benefits of being bilingual وتكون حتى في اللغتين are clear واضح بيقرأ it is a well known fact that being bilingual can improve some brain functions حسب بعض ظروف المخ
The ability القدرة to focus attention تركز انتباهك اهتمامك and perform mental tasks تؤدي وظائف عقلية. Number D in our opinion those who are against modernizing the تحديث طبعا دي الناس طبعا احنا عندي وعندها advantages. Number C 25 A surgeon must have hands. جراح لي دني to perform a surgery يعمل جراحة من ثابتة مستقرة ترعش تمام اللي واثق من نفسه مش سمول ولا بريد تهتز لما تهتعش عايز steady hands ده السيد جراح steady hands اللي ثابتة مستقرة مش رعشة ولا تردد يعني steady hands 26 which of the following is actually correct grammatically يعني مظبوطة having finished work attend home and had lunch دي مظبوطة ولا طب having finished يعني after I had finished I attend home and had lunch فاش having finished وهدي فاش attend ده بس simple perfect هنا I'm finished معناها after I had finished يعني having finished فاش مرتين تاني يعني ماضي بسيط و had finished مرتين لا had finished مرتين perfect و simple قاعدة had finished was perfect و return the future من فاش so having finished work I returned home and had lunch 27 After we are proud of our sisters who made us amazing amazing civilization thousands of years ago the antonym of ancestors is ancestors like that first left parents descendants grandparents ancient family descendants ancestors like that احنا في فرحنا بعيد حدا من فرحنا أسلاف الفراعنة descendants translation culture and language are inextricably linked you can't understand culture without first learning the language therefore it is better to be bilingual to know more about other culture إن اكستريكبلي تمام ترتبط بالموسيقى يلا الأغنية دي حلها نمبر دي ترتبط الثقافة واللغة ارتباط الموسيقى يمكنك فهم الحضارة أو حضارة ما دون دراسة التاريخ أولا من الأفضل أن تكون ثنائي اللغة لمعرفة المزيد من تاريخ اللغة الأخرى. 37 Egypt has one of the great monuments that reflects its great civilization throughout history. This magnificent heritage must be a source of pride for us as well as a motivator to achieve great things. يلا شباب أيوة حنا على نمبر سي تمتلك مصر العديد من الآثار الرابعة الرائعة التي تعكس حضارتها العظيمة عبر التاريخ يجب أن يكون هذا التراث الرائع مصدر فخر لنا كذلك دفع دقيق أشياء عظيمة نمبر سي 38 أعلنت منظمة الصحة العالمية وانتحار فيروس كورونا الجديد الذي تطلق عليه اسم أوميكرون وأشد عدوى من كل متحورات الفيروس ظهرت حتى الآن. كنا شباب. دي نمبر دي. The World Health Organization announced that the new coronavirus
ميوتنت which it calls Omicron is the most contagious among all the virus mutations that have appeared so far. 39. لم تكتشف كل أسرار حضارة مصر القديمة حتى الآن. إن آخر بين علماء الآثار واكتشاف المزيد من القطع الأثرية الفريدة التي تزيد غموض أنظمة الحياة منذ آلاف السنين. 53. Not all the secrets of ancient Egyptian civilization have been revealed yet. From time to time, archaeologists surprise us by discovering more unique artifacts that uncover the mystery of the nature of life thousands of years ago. Number C. إجابات موجودة عند حضرتك تحت أهي. إيه كلها إن شاء الله. كلها إيه؟ موجود. قلنا كتاب ملاحظاتنا مراية بنحل مهم جدا 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 وعمل مراية واحدة إن شاء الله نقول فيها نفس السايزس 1 2 3 4 5 6 ونقول جدا 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 وكمان وركمان نقول كويس أوي وحفظوهم نفس الوقت في الامتحان إن شاء الله الله تابعني اشترك في القناة نفس الوقت المشاهدة لما تشترك وعلى الجرس مش من تقول وانت عندنا تلاك جالس كل وتفضل ان نحصل على جارية بلاش نعمل منتفع بين الناس يعني نعمل لايك في الفيديو على الناس برضو انت عندنا تعمل لايك في الفيديو في المتجين وشو ذا بيست اوف لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.